السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم الدكتور صفوان صالح العلي، اختصاصي الأمراض الجلدية وتجميل الجلد والليزر، عضو الهيئة التدريسية في كلية الطب جامعة الموصل. اليوم راح أتكلم لكم بشكل مختصر عن أحدث تقنية إزالة الشعر، واللي هي تعتبر في يومنا هذا من البدائل عن إزالة الشعر الاعتيادية، اللي من ضمنها الحلاقة الشعر والمكاين والواكسينج وغيرها. اليوم أصبح محور واقع استخدام الليزر بإزالة الشعر. طبعا أحدث الأجهزة مثل ما قلنا هو ليزر الكانديلا الحاصل على شهادة الـ FDA الأمريكية، ويصنف كأحد أفضل أجهزة الليزر في إزالة الشعر. طبعا اللي يميز ليزر الكانديلا أنه هو يشتغل على جميع أنواع البشرة وأنواع الشعر، من ضمنها الشعر الناعم والخشن، وكذلك البشرة البيضاء والمتوسطة وكذلك الداكنة، وبتقنية تبريد أيضا عالية يضمن سلامة الجلسة وإجراء الجلسة براحة تامة وبأمان. متوفر ليزر الكانديلا في عيادتنا وتحت إشرافي الخاص قبل وبعد الجلسة. شكرا لكم، تقبلوا تحياتي.